علي عملت حاجة؟ عايز اخدها؟ خير بركة الله يخليك الله يحفظك. أنا قلت انشدت مع حد ولا خير بركة؟ لا أنا عايز اخدها بالجلبية يا عم الحاج سيد. الله يخليك الله يحفظك. طب ايه المطلوب مني؟ على طول كيف فيش ناس تقعد معنا ولا حاجة؟ احنا ما ندخلش حد وصينا، احنا ناس لبعض واهل بعض. انت يا راجل كده ما حدش يعرف سرنا. الله يخليك، انا جاي شقته جاهزة والبقرة اللي هتباعها جايبها له، بس انا طالب منك دلوقتي انت ترحمنا في موضوع الذهب. يرحم الكل ربنا. ولجز الكرامين عشان ما تستنفع منها الا الشرك، لجز الكرامين اللي خربت بيوت الناس. ايه والله يا ابني. عايزين احنا نعمل حاجه. رقدت بالجلابيه. بالجلابيه مش بالكلام يا عم الحاج، بالفعل. لا بالفعل. طيب انت المطلوب مني ذهب. هو عنده شقه واحده. ايوه واحده، هتخش واحده. اقول لك انا 150 جرام ذهب و50 الف مؤخر، ما هو كلهم لك كلهم عشان نبقى نهين. اديني ودنك لجاي. انا هسيب له 150، انا هاخد مية هز الدين. انت احنا عايزين نتماشى مع بعض. ده انا عندي مهمتين هتحلبهم تنشر لها شويه جله. انا انت بتقول لي 150 جرام ده الجرام ب 720 جنيه. انا عارف ارانب يا اللي عندك جنيه. مش ارانب بهايم يا راجل يا بهايم. بهايم. طيب ما انت دخو ماشي، ما اختلفناش زي ما بقول كده. انا هجيب لك 100 جرام في 70 في 700 جنيه. لا انا زي ما قلت لك انا هجيب كوم. طيب ما انت دخو ماشي، ما اختلفناش زي ما بقول كده. انا هجيب لك 100 جرام في 70 في 700 جنيه. لا انا زي ما قلت لك انا هجيب كوم، انا هجيب ثلاجه وغساله ومروحه وغساله من اللي ما تنشف، تنشف واحده الفول توماتيك دي، وغساله ببابين كبار. يا عم احنا ما نغسل هدومنا في الترعه. ترعه مين بلا ترعه؟ انا هنضفك. امن ده شوان، انا عليا الطلاق ابن شوان ولعددنا. رايح لي ليك انت يا اطرم يا ابن يا حاج. اي الواد دلوقتي كان هيولع في روحه، قال ما خدتهاش هولع في نفسي. واحنا ما رضيناش يولع في روحه يا ابني. انا قلت لك اللي عم حاج، قلت لك على اللي عندك. طب انا ده شوف ولدك. اتصل انا بالواد اشوفه يجي عشان يبقى قدامه الكلام. ابن 60 كلب. قول لامك اعمل اشاد. الو يا ولد، تعال يا ابن الكلب، تعال تعال، انا قاعد، تعال قاعد في الغيط، تعال تعال. سلام. انا بعت للوادي حجه. ماشي ماشي. السلام عليكم. تعال سلم على سيدي. حب عليك. ازيك يا ولدي؟ حب عليك. ازيك يا ولدي؟ هو ده اللي ياخد بنت. تعال يا مليح مليح. تمام. عايز 150 جرام ده. طب انا لما اقول له طب ما هو لما يقول لي انا عايز 150 جرام ده. هو موظف؟ ايوه. شغال فيها؟ شغال بتاع اللوطة ده، مهندس في في الجمعية التعاونية. مليح مليح. اما ياخد 2000 جنيه. مليح. خد 2000 جنيه. مليح على البركة. يقدر يعيشها. لا هيعيشها تم التمام. ماشي. عايز مب واحد انت تسيب ابوك وامك دلوقتي، تسيبنا وتبقى صح واحدة. على ارد عليك الكلام من دكتور، عايز 150 جرام ذهب عشان تكفر في مصلحتك. انا معايا بطريق مع حاج وراجل اطرم ابن 60 وسط يا ابني. ما تقدرش الكلام، قول له امك هتتشاف. علي الطلاق بالثلاثة، ما تزعل لازمين الحياة اللي في الدنيا. روح روحك يا ابن الكلب. اخدها يا ابوي. انت يا ما حبك ما تفيها، انت تاخد مية عز الدين يا ابن الكلب. اخدها يا ابوي. يعني لد عليك. ايوه يا ابوي. معك فلوس هتجيب 150 جرام ذهب. انت يا ابوي. اما تقول له يا. اما اقول على اللحمة هتاخد لحمة قديها. ربع بقرة. يا اخي ربعك في حالنا انت والبيت اللي انت يا رب. يا رب يا رب يا رب لا ينتقم من عظمك. يا رب يا اخي. جيت نقطة النهارده ونهارك الاسود. يا حاج انت دلوقتي عايز نجيب لك 15 كيلو زي ما الناس كلها ما تودي. ربع بقرة ياكش يطلع 10 كيلو، ياكش يطلع 20 كيلو. ربع بقرة شوية الصليبات للحريم. طب والبيض والسمن؟ شوية حريم يا ابني يعملوها هم يقولوا هم. ما انت ناوي تاخدها؟ ايوه يا ابوي. طب انت انا ما تجيش. ما تجيش.